حلقة بالتابع، وضيفتنا لليوم هي الممثلة والكوريغراف رويدا الغاري. الغالي، أهلا وسهلا فيك رويدا، نحن سعيدين بحضورك معنا. وأنا كمان. ومبروك للعمل الجديد، حفلة غسيل للمخرج أكثم حمادي. هالمسرحية بتردنا لل 75، مش هيك؟ صح. ليش؟ لأنه عم نجرب ما نرجع لبقى نرجع على المسرح بلكي حتى ما نرجع لبالواقع. حتى ما نرجع بالواقع. المسرحية هي مونودراما لوحدك على المسرح، عم تلعبي أكثر من شخصية. شو إطار هالشخصيات؟ شو الإطار؟